اول اشي صدور الدجاج عندي مقطعه مربعات، ضفت عليها النشا والصويا صوص والويشستر صوص حسب المقادير اللي عندكم، تبلتها تركتها شوي لحديت ما حيمي عندي الزيت على النار، تمام، قليتها فيها لصار لونها ذهبي. أوكي. بعدين في طنجره ثانيه حطينا زيت، قلبنا البصل والتومه والزنجبيل والخضار بالتدريج، وبعدين شلنا الدجاج اللي قليناه وضفناه فوقها. معلقتين كبار من الزيت النباتي، 6 صدور الدجاج، بدنا شويه نشا وصويا صوص، وسترشاير صوص، بالاضافه لفلفل حلو ملون مقطع لمكعبات، بنحتاج لجزر، بصل مقطع لمكعبات، فلفل حار احمر مجفف، رح نقول لكم شو هو هذا هلا نفرجيكم اياه، زنجبيل، وبعدين بدنا شوية توم ناعم وشوية كاجو محمص للتقديم. هلأ أول إشي رح نبدأ، أنا عندي هون صدور الدجاج مقطعة لمربعات زي هيك، بس خليها دايما تكون كلياتها نفس الحجم علشان يكون معنا في الاستواء نفس الدرجة، درجة الاستواء متساوية بالضبط. رح أحط عليهم النشا، رح أتبل الدجاج أولا، تمام، أحط عليهم 2 معلقة كبار نشا، طبعا حسب كمية الدجاج بتحطوا النشا، أهم إشي إنها تغطي الدجاج تغلفه. وراح أحط كمان الصويا صوص نص، راح أحط 3 معالق عشان راح يكون في تتبيلة للدجاج وكمان تتبيلة للخضرة، تمام، والويشستر صوص كمان نفس الإشي، الويشستر صوص ما بنكتر منه لأنه طعمه كتير قوي وقوامه كثيف كمان، بس حنحط 2 معلقة صغار، تمام، وبعدين بتبل الدجاج بايدي هيك انه بفركه كله مع بعض حتى النشا يغلف الدجاج والصوصات كمان تتغلغل تتغلغل في الدجاج، تمام. في هذا الوقت انا حاطه قلاية على النار يعني بدي اقليها بزيت غزير للدجاج، هيك بصير معانا شكله، يعني لو تركناه 5 دقائق قبل ما قبل ما نقليه بيكون كمان كتير ممتاز لانه بيشرب الطعم اكثر، بيعطينا طعم اسكى. رح نحط كل قطعه لحال ونبعدهم عن بعض عشان ما يلزق بالضبط، ولما بدي اقليه بدي اقليه اوصل لدرجه انه يكون لونه اشقر عذهبي، عذهبي مش كتير لانه رح يكمل استواء مع الخضره وما نقلق يعني لانه الصويا صوص اصلا هي كتير مالحه فالملح اللي فيها بكسر خلايا الدجاج، تمام، اوكي. فرح هيك ابدا ليهم حبة حبة، بعاد عن بعض وبعاد عن بعض عشان ما يصيرش مشاط مشاط دجاج. هلا بدي ابدأ في الخضار عشان لما بيستوي الدجاج في القلي دايركت احطه وما ناخذ معنا هيك محياكي. يلا حطي. هلا بنحط زيت نباتي، اوكي، طبعا كمية معقولة برضو كمان حسب ايش الكمية اللي عندكم. اول اشي رح ابدأ هو البصل. انا ما بدي الخضره سوري تاخذ معنا لون، بدي اياها بس تدبل، ما بدي اكثر من هيك، وبدي اياها تضل محافظه على شكلها لانه معروف عن الاكل الصيني انه هو بضل شوي بقرش بسيطه هيك، صح يعني ايوه صح. بيكون انه نص استوى وهذا الزكاوي في الاكل الصيني يعني، فمنقلب البصل لهيك يصير معنا شفاف يكون معنا جاهز. هلا بنضيف التومه برضه مفرومه ناعم، تمام، والزنجبيل الفريش مفروم كمان ناعم، او بتقدروا تبرشوه، تمام، وبنقلب. يلا هينا انا بقلب لك هات المكونات اللي بدك اياها، بعدين الفليفله الالوان. هاي شوفوا كيف الدجاج صار عندنا، بس شوي بده وبعدين بشيله عن الزيت، شوفهم احلى الالوان، وزي ما حكينا الخضار ما نبالغ في تسويتها هيك ممتازه، ابدعتي.